واو، كهربا في جسمي، فولت عالي، انت ضحيه وانا الجاني. ففولت عالي دي هي جات الفكره من كده. الرساله اللي بوصلها، انا بوصل كل حاجه انا شايفها غلط في المجتمع، بحاول اصحح من المجتمع بتاعي. انا بغني هيب هوب عربي، بقالي 9 سنين موقف. فقبليها كنت بغني، كنت عامل 3 تراكات تقريبا. شوكس راجع المجال يا شويه عيال، مالكمش اي لازمه وانت صفر على الشمال، فوقتوني من اللي انا فيه، مش عاجبني اللي انتوا فيه، وسع لي يا ابني السكه طريقك هنهيه. الدس حاجه ثانيه، الدس ده اسلوب حياه. يعني انت ممكن تعمل ديسنج لواحد بره، تقابله في الشارع، ممكن توصل ان انتوا تضربوا على بعض نار وتتعاركوا مع بعض وتمسكوا في بعض. فما تحاولش تدخل حاجه في لون من بره، تدخلها في لون الهيب هوب العربي وانت مش هتعملها زي بره. صح، حتى لو سكتر جيت سنين قفص كريم، ما تقربش ابعد عني والا هتتفرم. انا حاطط عليكم نفر نفر، بشوطكم برجلي زي الكوره كفر، لسه دماغكم بتعمل بفر، لما اسمعوا تراكات تروحوا تعملوا لها كفر. بوم بوم با بوم 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 بو، ايوه انا سامع، بس فين الفلو؟ اقول لك فلو تزعلش، راحت مشوار ولسه ما جاتش، هرقشك زي كرانشي، مش هتستحمل انت بانشي. الراب جوه الهيب هوب عامه، فالهيب هوب فيه بريك دانس، فيه جرافيتي، في اللي هو الميد ويست، في التشوبر. التشوبر ده اللي هو بيغني كلام ما تفهمش منه اي حاجه، ممكن بيقول مثلا 170 180 كلمه في 40 ثانيه، في 50 ثانيه. في الميد ويست ده اللي هو ستايل امينيم ودكتور دري، لو بتغني غنى عادي الراب، الكلمه كل كلمه واضحه. في حاجه اسمها بانش بار، البانش بار ده اللي هو انت بتوجه رساله في نفس الوقت بتضرب واحد بالكلام مثلا، او ان انت بتوجه رساله لحد يكون هو بس اللي فاهمها. ريح الدقه، احفظ كلامي، غنيه بس واحده واحده على نفسك، لا تقع من على البيت، اصل الفلو بتاعي فلو عفاريت، لما تيجي تسمعني بتقفل بقك، هتلاقي كلامي على طول بيزقك اكيد لورا من غير افورا، فكه سوق فورا، ظبطك بالمسطره، بس ما تخافش مني، مش هاجي جنبك، اشرب شوب ليمون وروق دمك، حسابك يا ابني عندي، هات لك كرسي جنبي، بس ركز وفوق وافهم الكلام، عايزك واقف الصدغ خليك بندام. ميكي نجح لان هو اساسا معروف، يعني ميكي انا واحد اساسا مخرج وممثل وظاهر في التلفزيون قدام الناس، يوم ما اقول للناس انا هنزل حاجه اسمها راب الناس هتسمع، لكن معلش يجي واحد مثلا اندر جراوند تحت الارض ويقول لك انا بقدم راب، هيقول لك ايه الراب ده، مين الراب في مصر؟ الراب مش معترف بيه قوي. الراب ان شاء الله هينجح، بس يعني الناس بس لما يكونوا كلهم ايدهم في ايد بعض واحده كده، فما يكونش في مشاكل ما بين بعضهم، فهو ان شاء الله هينجح. يعني هو الناس اللي عايزين الناس تعترف بيه كويس. اذا فلتسمعوا مني هتان الكلمتان، عندكم ببقي زي العيش بتبان، انا اللاعب السادس الجندي المجهول، وانتم شخصيه الفتى كعبول، عبقريتي شبه عبقريه كره بيكا، كل ما بتقرب بمسحك بلاستيكه.